بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أخ يسأل يقول: من ستؤيدون في انتخابات الرئاسة القادمة المزمع إقامتها بين شخصين، بين محمد بن مرسي وبين أحمد بن شفيق حفظهما الله تعالى، هداهما الله تعالى، هداهما الله تعالى. فمع الاعتذار للفريق أحمد مع الاعتذار للفريق أحمد شفيق، لكننا سننتخب إن شاء الله الدكتور محمد ابن مرسي، لأنه لا لقرابة تربطنا به ولا لكوننا في حزب ولا في جماعة، إنما لديننا، أنه وعد وأحسبه صادقا في وعده أنه سيسعى جاهدا لإقامة شرع الله. ونسأل الله سبحانه أن يوفقه وأن يسدده. وكم كنا نتمنى أن يعلن الفريق أحمد شفيق عن محبته لشريعة الله وعن رغبته في تطبيقها، ولكنه على ما يبدو استدرج من أقوام بعيدين عن الدين فاستدرجوه فابتعد كثيرا عن الشريعة الغراء. نسأل الله أن يهديه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ومع دعائنا له بالهداية. لكن لابتعاده عن الإعلان عن أنه سيطبق الشرع، فأرانا سنأثم إذا ابتعدنا عن الذي أعلن عن رغبته في إقامة الشريعة، سنأثم إذا انصرفنا عن الذي أعلن عن عزمه لتطبيق الشريعة وأعطينا صوتنا لغيره. فلا تربطنا بالدكتور محمد بن مرسي قرابة، ولسنا في جماعة الإخوان المسلمين، ولسنا نشجع جماعة، إنما رجل أعلن أنه يطبق شرع الله. فنسأل الله له السداد والتوفيق، ونسأل الله الهداية للفريق أحمد شفيق، أن يهديه وأن يوفقه لصالح العمل. وكم كنا نتمنى أن يقول: سأطبق شرع الله قدر استطاعتي، فهذا ما يمليه علي ديني، سائلاً الله الهداية لنا جميعاً، وأن يحفظ الله بلادنا آمنة مطمئنة، والله أعلم. وعفوا، إذا قلت حفظهما الله، حفظهما الله على الشخصين المذكورين آنفا، هل لي وجهة شرعية؟ إذا قلت في شأن شخص حفظه الله وهو على غير الجادة، فهل أنا بذلك أخطأت؟ أنا لم أخطأ، نيتي أن يحفظه الله من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. فالدعاء بالهداية جائز، والدعاء بأن يحفظه الله جائز، لكن إذا وضحت نيتي أسأل الله أن يحفظ أخانا محمد المرسي وأحمد شفيع من شياطين الإنس والجن، وأن يوجههما إلى كتاب الله وسنة رسول الله. كفقه للمسائل، أما كترشيح الآن وإلى هذه اللحظات، ولأن الذي أعلن عن عزمي لتطبيق الشريعة هو محمد بن مرسي، فلا أستطيع أمام الله أن أتخلى عن نصرته، والله أعلم. يقول: نذكركم بأن الأيام القمرية ستبدأ غدا إن شاء الله، عفوا ستبدأ يوم الأحد إن شاء الله، فيذكركم بالصيام. يقول: إنه محاسب في مصنع يصنع بناطيل الجنس، يعمل محاسب، عمله عملك حلال. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: الحمد لله الذي تواضع لكل شيء لعظمته،
واستسلم كل شيء لقدرته. إسناده ضعيف. هل يجوز الاحتجاج بالحديث الصحيح إن وجدت آية تدل على عكس الحكم؟ لا يتصور هذا، إنما يتصور قلة الفهم، تتصور قلة الفهم. فإن شئت ذكرت مثالا وأجبناك الأخ السائل. هل الجن يوم القيامة يكون ترابا وجزاء؟ يكون ترابا. ليس هناك دليل على أن الجن يتحول إلى تراب، بل الأدلة وردت في أن عامل الصالحات يثاب ويكرم. أما الدواب قد ورد حديث ذكره بعض المصنفين في كتب في أبواب الاعتقاد أنها بعد أن تحاسب يقول الله لها كوني ترابا، فالحديث ضعيف. يقول الأخ هناك بعض الدعاة يقولون إن الانتخابات بدعة فمن ثم لا نشارك فيها. بارك الله فيك. أحب أن أنوه على أمر، إن بعض الإخوة أحيانا لا يستوعب الكلام المراد. فمثلا قد تسأل شيخا ما حكم الانتخابات وهل كانت موجودة في زمن النبي عليه السلام أم لا، فيقول لك هذه الانتخابات لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك بقوله لا يستوي صوت الفاسق مع صوت الصالح. لا يتصور أنني أسوي بين صوت رجل صالح مع صوت رجل فاسق. ويقول لك لا يستوي الرجل مع المرء، ويقول لك صوت الكافر أصالة ساقط، فيذكر هذه الملامسات. فمن ثم يقول إذن هي غير واردة، ومن ثم يقول إنها بدعة. فأقول لهذا القائل أما القدر الذي ذكر أولا من أنها لم تكن موجودة في زمن الرسول بهذا التوصيف، وإن كان عبد الرحمن بن عمرو بعد وفاة رسول الله في اختيار عثمان وعلي ذهب واستقصى آراء أهل المدينة، لكن على فرض تنزلا أنها لم تكن موجودة من الأصل، وأن صوت الرجل لا يستوي مع المرء، وصوت الصالح لا يستوي مع الطالح، وصوت الكافر ساقط، نعم كل هذا يفترض أن يكون. ولكن الأمر وجد. أنا معك أن هذا كله لم يكن موجودا، لكنه وجد، فما العمل مع وجوده؟ يبدأون النظر. هل أعتزل العمل تماما أو أختار أخف الأضرار؟ يعني كالآن مثلا، كالآن الآونة التي نعيشها، هل يقال إن الانتخابات غير موجودة فيا أهل الصلاح في الوضع الذي نعيشه الآن كلكم يا أهل الصلاح لا تذهبوا إلى الانتخابات، فمن الذي لن يستجيب لنا؟ لن يستجيب الأشرار، الأشرار لن يستجيبوا، فسيذهب الأشرار ويولون علينا شرارنا، سيذهب الأشرار ويولون علينا شرارنا. أنا عندي في الشريعة لا أقول عشرات الأدلة، بل عندي مئات من الأدلة لتقرير قاعدة اختيار أخف الأضرار. يعني إذا تزاحمت علي الأضرار لزاما أن أقع في ضرر، لزاما أن أقع في ضرر، أنا أتمنى أن لا أقع في هذا ولا ذاك،
لكن مفروض علي افترض انني لزاما اقع في ضرر. فالقاعده العامه تقول اختر اخف الاضرار. عندي عده ادله حتى من القصص القراني، يوسف عليه السلام بين امرين مخير، اما ان تسجن واما ان تفعل الفاحش، اختر ايه؟ هلا اختار السجن اخفهما ضرر. في الاحكام المراه المختلعه هذه بين امرين، يا تضر في دينها يا ترجع الاموال لمن؟ للزوج. اختارت اخفهما ضررا وهو الضرر المادي. عليها مئات الادله. قاعده اخف الاضرار، فليس معنى القول بأن الانتخابات لم تكن موجودة أنني أقاطعها. أنا مقرك أنها بالتوصيف الحاصل لم تكن موجودة، لكنها وجدت، فما العمل؟ أترك؟ وهل ترون أنني أصدر فتوى يا أهل الصلاح لا تشاركوا كلكم في الانتخابات؟ هل هذا يقربني من الله؟ فحينئذ يتسلط الأشرار. هل يتصور أننا أوجه نداء لضباط الشرطة؟ هل يتصور أنني أقول يا ضباط الشرطة، يا مصلين، يا صالحين، كلكم اتركوا جهاز الشرطة لكون اللحية تحلق؟ إذا استمعوا كلامي هل البلد ستصلح وبقي الأشرار في الشرطة؟ إذا أصدر وزير داخلية مثلا قرارا بفصل كل الصالحين، كل المصلين، هل نحن سنسعد؟ طب أنا بفتواي قمت مقام وزير الداخلية لما قلت لهم كلكم اتركوا جهاز الشرطة. في كل المهن بهذه الطريقة، إذا جئت لوكلاء النيابة وأصدر وزير العدل قرارا وقال كل وكيل نيابة مصلي يطلع برا لا نريده، هل أنتم أنفسكم يا شهود في المسجد هل تقرون على هذا الكلام؟ طيب إذا قام مفتي هو الذي قام مقام وزير العدل ونادى بهذا النداء، نفس المفعول المؤدى واحد. فلا تعارض أبدا بين قول القائل أن الانتخابات ده أمر محدث، لا، لكن محدث في ماذا؟ محدث وجد، كيف أتعامل معه؟ هل أعتزله وأترك السفينة تغرق وأمر الناس الصالحين، كل الصالحين، بهجران الانتخابات ويذهب الأشرار يتقلدوا البلاد، ويذهب اليهودي ويذهب النصراني ويذهب تارك الصلاة ويذهب المجرم يتقلد البلاد ويتحكم في رقاب العباد؟ طب أنا عندي أصل، الله لا يحب الفساد، عندي أصل، آية محكمة والله لا يحب الفساد. فإذا كنت أسعى لتقليل الفساد وقلت يا جماعة أنا عارف أن الانتخابات بهذا التوصيف غير موجودة لكنها وجدت، لابد أن أتصرف مع الموجود، إما أنني أقول باختيار أخف الضررين إن كانت كلها أضرار، وإما أن أقول بالاعتزال، الاعتزال مضر للجميع والبلاد ستخرب بسبب هذا الاعتزال. هذا والله أعلم. فلا تعارض إذن بين مقولة تقال الانتخابات بتوصفها ليست واردة، نعم ليست واردة لكنها وجدت، فوجدت لابد أن أتخذ فيها قرار. قد كان البعض يقول أولا في عهد حسني بن مبارك يقول لا تشاركوا، لكن ما منطلقوا في عدم المشاركة؟ منطلقوا أنها مزورة، فإذا كانت مزورة لا جدوى للمشاركة ولا تضييع الوقت. في أيام السادات نفس الشيء، أيام جمال بن عبد الناصر نفس الشيء، كانت النتيجة مسبقا 99.9%، كانت معلنة على أسماعنا. فكان الشخص يقول يا إذن لا جدوى، فامكث في بيتك، إذن لا جدوى إلى أن تتعدل الأوضاع. فبدأ أنها تعدلت شيئا ما، فقلنا في هذه الحال نغنم لوجود تعديل بعض الشيء لوجود شخص صالح. فهذا والله أعلم، هذا ما عندي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.